أعزائي صباحكم سعيد، متواصلين وختامها مسك مع ضيوفنا. مش ضيوفنا، هم أبناء الأردن، هم أردنيين بمحبتهم للأردن وبانتمائهم للأردن. معنا ضيوفنا العرب من المركز العربي للإعلام السياحي، ويعني مباشرة بعد إعلان جوائز الإعلام السياحي العربي 2015 أوسكار السياحة العربية مساء أمس في العاصمة الأردنية عمان. معنا بها الصباح نائب رئيس المركز الأستاذ خالد خليل، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك يا أدم، وأهلا بكل الأردنيين الحلوين الموجودين في البلد. أنا قلت أنتم يعني أنتم أهل البلد، أنتم أردنيين بانتمائكم إلى الأردن وحبكم إلى الأردن وحبنا لكم أيضا. طبعا حقيقة يعني. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. وأيضا معنا الأستاذ عوني الداود، أهلا وسهلا فيك أستاذ عوني. أهلا وسهلا وصباح الخير ومبروك. مبروك الفوز. قبل ما نبدأ بالكلام أسمح الله يبارك فيك بفوز. نائب رئيس الجمعية الأردنية للإعلام السياحي، وأيضا معنا رئيس المركز العماني للإعلام السياحي وزميلنا الإعلامي أيضا الدكتور سلطان اليحيائي من عمان، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وصباحكم خير وسعيد ومباركين ودائما متميز إلى تميز، ما شاء الله عليكم يعني. الله يخليك، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا بها الصباح. لأول مرة أستاذ خالد رح أبدأ ب الحديث عن الجوائز الإعلام السياحي العربي وأوسكار السياحة العربية، وهي واحدة من أهداف المركز العربي للإعلام السياحي اللي ننطلق منها ونتحدث عن المركز بشكل موسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هي فكرة الجوائز بدأت من عام 2007. إحنا صحفيين متخصصين في الشأن السياحي والإعلام السياحي في الصحف التي نعمل بها، ووجدنا أن هناك خلل ما في الإعلام السياحي ما بين الواقع الثري في الوطن العربي. في الوطن العربي 22 دولة، أكثر من نصف الوطن العربي قوة سياحية كبرى في العالم كله، يعني ما بين مصر وما بين الأردن ولبنان والمغرب والإمارات واليمن وتونس والجزائر، كل دولة فيهم مميزة بشيء كبير يفقد أو مفقود فيه العلاقة الوصل ما بين الواقع وما بين التوصيل أو الوصول للمستهدف، سواء كان جمهور عربي داخلي، كثيرا منه لا يعرف كثير عن الوجهات السياحية العربية، وما بين جمهور عالمي أو جمهور يعني أجنبي. فالحقيقة قمنا بمبادرة تكوين يعني بشكل معين يعني مجموعة من الإعلاميين المتخصصين للتدريب وللاستقل ولمواكبة كل الجديد في الإعلام السياحي. ومن إحدى الأفكار الموجودة في في هذا المضمار الجوائز الإعلام السياحي العربي. نسمع كثيرا عن الجوائز الرياضية، ونسمع كثيرا عن الجوائز الفنية اللي كانت مكتسحة الوطن العربي. صحيح. الفنانين وفي هذا الوسط، ولكن لم نسمع عن السياحيين مثلا أو المتفوقين أو المبدعين في الإعلام السياحي أو في الهيئة السياحية. من هنا انطلقت فكرة الجوائز، من هنا انطلقت فكرة إثابة المبدع والشد على إيد المقصر شوية أو إلى آخره. انطلقنا في 2008، ابتدينا الدورات الرسمية في 2009، انطلقنا حتى 2014 في الصحافة السياحية، في الإعلام السياحي، في البرمجة والبرامج الإذاعية السياحية والبرامج التلفزيونية السياحية أو التي تهتم بالشأن السياحي، في المجلات، في المواقع الإلكترونية، في تويتر، في اللقطات المصورة. الحقيقة انطلقنا وصلنا الحمد لله بفضل الله ان احنا نبقى هنا في عمان ونعلن الفائزين من عاصمة النشامة زي ما احنا بنقول يعني. الله يخليك. يعني فكرة المركز، سأعود للحديث عن المركز وأهدافه، لكن أيضا كان في مبارح توقيع بروتوكول تفاهم ما بين المركز العربي للإعلام السياحي والجمعية الأردنية للإعلام السياحي، وكانت فرصة لإشهار الجمعية مساء أمس. أستاذ عوني، وأنت نائب رئيس الجمعية، ونتحدث عن جمعية متخصصة في الإعلام السياحي بتضم عدد من الإعلاميين، لسه لا زالت هي تحت التأسيس، يعني لا زال هناك الباب مفتوح لضم مجموعة من الإعلاميين اللي بيهتموا بالقطاع السياحي، لكن نحكي عن الجمعية وأهدافها. بالتأكيد يعني هي كانت فرصة مناسبة جدا، يوم أمس تشرفنا بهذا الحفل الكبير في وجود ليس ضيوف كما ذكرت استدامة، هم أخواننا وأهلنا في بيتهم وفي
في بلدهم بالتأكيد، وجود القافلة، وجود إعلان الجوائز، وجدنا أنه خير فرصة للإعلان عن إنشاء الجمعية الأردنية للإعلام السياحي. أهمية وأهداف الجمعية بالتأكيد نبعت من أهمية السياحة أساسا في الاقتصاد الوطني، وفي وتشكل 13% من اقتصادنا الوطني، وبالتالي مهم جدا أن لا يمكن أن تنمو السياحة أو تتطور بدون إعلام، يعني يجب أن يكون الترويج بدون إعلام لا يمكن أن يتم ترويج. فكانت فرصة يوم أمس للإشهار هذه الجمعية، هي ما زالت تضم كوكبة ونخبة من الإعلاميات والإعلاميين. المجال مفتوح، نحن الآن تحت التأسيس، أمامنا ثلاث أشهر للإعداد والتأسيس والتأكيد على برامج مستقبلية قادمة إن شاء الله. سنطمح أن تكون هناك تفاعل كبير بكافة وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع والإلكتروني للمساهمة في الترويج، يعني سياقا مع ما ذكره جلالة الملك منذ أسابيع قليلة بأهمية السياحة، خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف، وأعتقد صحيح. الإعلام دور مهم جدا. أيضا ما ذكرته جلالة الملكة وحثت على الثقافة السياحية، ويوم أمس التقت بالأخوة والأشقاء في وكان تأكيد من جلالة الملكة بأنه السائح في الأردن هو ضيف والبيت بيتك، وهذا المضامين أعتقد مهم جدا أن تقوم جمعية الأردنية للإعلام السياحي بتجسيدها على أرض الواقع، وضع آليات لتطبيق. وكان فرصة كما ذكرت بيوم أمس لثلاث أشياء حقيقة: الأولى إشهار الجمعية، إشهار الرسمي للجمعية، الثاني كان موضوع توقيع بروتوكول التعاون مع المركز العربي للإعلام السياحي، وهذا يشرفنا لأنه ضمن منظومة عربية متكاملة تعاون مع المركز العربي تحت مظلة المركز العربي، وأيضا الأشقاء في كافة الدول العربية. والنقطة الثالثة كانت أنه على الفور أعلننا عن إطلاق مبادرة كلنا إعلاميون سياحيون، انطلاقا من الدور المتكامل للمجتمع، من الطالب في المدرسة، من الطالب في الجامعة، من القطاع النسائي، أقدمان آخر، إن كل مواطن يجب أن يكون له دور إعلامي بصورة أو بأخرى بالترويج للسياحة. نعم. دكتور سلطان اليحيائي، وأنت رئيس المركز العماني للإعلام السياحي وأيضا إعلامي تعمل في مجال السياحة، تحكي لنا عن زيارتك للأردن، وهي لست الزيارة الأولى. طبعا كنا احنا كأعضاء المركز العربي للإعلام السياحي، تأكيد زيارتنا للأردن جاءت بناء على التنسيق الذي تم بين المركز وبين هيئة تنشيط السياحة، استضافة مجموعة من الصحفيين السياحيين. طبعا الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو إبراز المقومات السياحية التي تزخر بها الأردن. الأردن بلد متنوعة لها من المقومات السياحية الفريدة التي يحتاجها السائح العربي بالتحديد. طبعا من خلال لقائنا أمس مع جلالة الملكة، وهي تؤكد على أهمية السائح العربي وعلى أهمية السياحة الخليجية، هذا المنطلق الذي تبناه المركز العربي للإعلام السياحي، أن ينشط السياحة البينية العربية. تنشيط السياحة البينية العربية يتطلب تكاتف من الجميع، وأهم هذا التكاتف يأتي من الإعلاميين أنفسهم لنقل الصورة والصورة المشرفة والواقعية التي توجد بهذه البلد الرائعة. الأردن يمتلك من المقومات الفريدة، يمتلك من الطبيعة الرائعة، من الشواطئ الجميلة، من أيضا تنوع أنواع السياحة، السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية وسياحة المغامرات والسياحة الشاطئية. كل هذه هي متطلبات للسائح الخليجي بشكل خاص والعربي بشكل عام. اليوم احنا لما نأتي إلى هذه المملكة الرائعة وننقل الصورة الرائعة أيضا أمام وسائلنا الإعلامية المقروءة والمكتوبة والإلكترونية، طبعا راح يعبر ذلك عن ماذا؟ على أن السائح والمطلع والراغب بزيارة هذه المملكة يطلع بشكل كامل عن واقع رائع للسياحة. وبالتالي إن شاء الله الحملة التي تبناها المركز خلال هذه الفترة راح تكون إن شاء الله مكثفة من خلال الأخبار وما سيتم، ليس في سلطنة عمان كوني أنا أمثل مركز العمان للإعلام السياحي، وإنما على مختلف أرجاء المركز في كل أقطار وفي كل البلدان الموجودين بالشبكة الموسعة للمركز في طبعا الدول العربية إن شاء الله. يعني أستاذ خالد، امبارح كنت بقرأ، أنتوا ضربتوا رقم القياسي بالأخبار ولا لسه؟ هو إحنا الحقيقة الحمد لله التغطية العربية بالذات، يعني احنا نهتم كثيرا بالتغطيات العربية. يعني انا عايز اقول لك يا داما ان احنا وصلنا لفوق خلال 24 ساعة لاكثر من 70 او 72
تقرير وخبر وكالات الأنباء الألمانية والرويترز وكالة الأنباء السعودية وكالة أنباء عمان وكالة أنباء الإمارات وكالة أنباء قطر وكالة أنباء الكويت وكالة أنباء البحرين وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية وكالة أنباء الجزائر وكالة أنباء المغرب، يعني 9 وكالات عربية أطلقت وبس التقرير مطول، ودي من النوادر في وكالات الأنباء أن التقرير يفوق حوالي مثلا 700 كلمة وبالتفصيل. كانت نقلة وكان حدث كبير في الأخبار أمس، في الأخبار الصحية مساء حتى صباح اليوم. إحنا الحقيقة كان الأردن تستحق كتير الاهتمام، وجدنا الاهتمام بشكل كبير من يعني من الملكة رانيا في مقابلتها معانا امبارح، وكمان الوزير. التلفزيون الأردني كمان لم يترك الحدث، بل كان هو على في ديمومة معانا في الأنشطة وحتى في الجولات اللي قمنا بها قبل الاحتفال. الإعلاميين الأردنيين بشكل، أنا الحقيقة أول مرة أستشعر باهتمام الإعلام الأردني بشكل كبير بالإعلام السياحي، وهذا يعكس تفهمه وقبوله أن هناك إعلاما جديدا متخصصا بدأ يدخل في المنظومة الإعلامية وقبوله بهذا الأمر. الأخبار الأردنية من أمس كمان أيضا توالت في المواقع الإلكترونية، وأعتقد أن هو النهاردة صباحا أكيد في الجرائد المكتوبة. لا أنا شايف أن في موجة، يعني في موجة عارمة من الأخبار المفرحة عن الأردن، وهذه الأخبار زيلت وقدمت بأخبار عن الأردن. الوزير في ما قلته الشهيرة أن الأردن علم مرفوع لكل عربي، القارئ بيستوعب أن معقول هذا الاحتفالات المتوالية في الأردن. طبعا هو في باله أن المنطقة فيها بعض المشاكل، فالأردن بتعكس حالة حقيقية من الأمن والأمان، حالة فعالية، يعني حالة يعني مفعمة أو مفعمة بالقوة والنشاط والحركة والديناميكية بدليل الأخبار. وكمان مش مكان واحد اللي بيقول الأخبار، مكان من المحيط للخليج. نعم، يعني جميل هاي الروح اللي احنا بنشوفها. أنا بقول قديش مرات تشوف بلدك حلوة، لكن لما بتشوفها بعيون أصدقائك بتشوفها بشكل مختلف. طبعا انتوا حتى بتشوفوها بشكل مختلف. هو احنا اللي يهمنا الحقيقة مش أهل البلد، يعني طبعا عنا وراسنا أهل البلد، لكن الخارج أهل البلد عارفين البلد إمكانياتها وقدراتها واثقين، لكن اللي في الخارج اللي بيسمع من بعض الوسائل الإعلام أما يشوف هذه الأمور، يشوف الصور، يشوف جولات الوفود، يشوف لقاء جلالة الملك، كان لقاء رائع جدا وبكل أريحية، يعني شعرنا بمواطنة أردنية تعيش معانا وتتحدث لغة جميلة، لغة إنجليزية، لغة عربية كمان، بتعرف يعني الأحداث وبترحب بالعمانيين والكويتيين والبحرينيين والمصريين. يعني انتقلنا للوزير، الوزير بكل قلب مفتوح يعني استقبلنا بشكل كبير، كلامه كان مسترسل، كلامه كان واقع، رسالته شدوا حيلكوا احنا معاكم المسؤولين معاكم. لا حقيقة رسائل كانت قوية ومؤثرة الحقيقة امبارح. تستاهلوا أكثر من هيك، ويعني سعيدين بوجودكم. كل سنة وجودكم بالأردن هذا وكتابتكم بالطريقة الجميلة عن الأردن هذا بفرحنا وبسعدنا، وبنحس قديش احنا مهما فرقتنا الحدود، يعني حتى لو في حدود عربية بيننا، لكن احنا قلب واحد ونبض واحد الحمد لله. أستاذ عوني، يعني عودة إلى الجمعية الأردنية للإعلام السياحي، ومبارح كان توقيع البروتوكول بحضور معالي الوزير وحضور عطوفة الأمين العام وأيضا مدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير التلفزيون، يعني كان في حضور أيضا زخم شهد على توقيع البروتوكول. هاي الانطلاقة هل سيتبعها أيضا ورشات عمل؟ يعني احنا انطلاقة بنحكي عن التوجيه في الإعلام السياحي، ولكن أيضا تدريب الإعلاميين على التعامل مع الإعلام السياحي أو كيفية الكتابة في مجال وقطاع السياحة. نعم ستي، سمحي لي أول شيء بس أعلق على تفضل فيه الأستاذ خالد الدكتور سلطان. هلا هذا أهمية الإعلام السياحي، يعني
أنت خير من ينقل الرسالة الإعلامية أو حتى السياحية هو الإعلامي. فبالتالي هذا يعني أهم شيء أو أهم هدف لجمعية الإعلاميين الإعلام السياحي أو أي مركز إعلام سياحي. هذا أهميته أنه أن ترى البلد بعيون الأشقاء، فبالتالي هم خير إذا جاز التعبير جسور تواصل ما بين العرب جميعا. وكان وما زال طموح أن يكون المنتج السياحي منتج متكامل يتم تسويقه وترويجه ككل. وهذا يمكن دور وهدف من أهداف المركز العربي للإعلام السياحي، أن يكون الشراكة البينية بالإعلام السياحي والتعاون المتواصل. أنتقل لسؤالك اللي تفضلت فيه، هو بالتأكيد جزء من أهداف الجمعية الأردنية للإعلام السياحي متعددة الأهداف. جزء من اللي تفضلت فيه أن تكون هناك ورش عمل، بمعنى آخر أن نرفع من سوية مهنية الإعلامي فيما يتعلق بالتفاصيل السياحية. هلا الإعلاميين أكفاء ما شاء الله عليهم، وبعدين كمان من واجبهم علينا نشيد في ونشكرهم على تواجدهم يوم أمس والتغطية المتميزة والتفاعل، وسواء وكالة الأنباء الأردنية أيضا، سواء التلفزيون، سواء المواقع الإلكترونية، الصحف، الإذاعات. هذا هو الدور الكبير الذي نعول عليه بأن يتم ترويج المنتج السياحي الأردني من خلال تكاتف الجهود. انطلقت بالأمس الجمعية، الآن لدينا فترة تأسيس لتحقيق هذه الأهداف. سيكون لدينا برنامج وخطة عمل سيعلن عنها قريبا إن شاء الله بالتفصيل وضمن جدول زمني، بما أن آخر سيكون هناك دورات تدريبية ورش عمل. سندخل إلى قطاع الشباب بالمدارس بالجامعات، قطاع المرأة قطاع مهم، وصولا لتحقيق هذه المبادرة اللي أطلقناها أيضا أمس اللي كلنا إعلاميون وسياحيون سيتم تجسيدها على أرض الميدان. سننتقل، لن نكتفي بالترويج في عمان، سيكون أيضا بالمحافظات، لأنه الأردن زاخر والحمد لله بالمنتج السياحي. سيكون هناك الفتح أيضا على جميع أنواع السياحة في مقدمتها السياحة العلاجية، التعاون مع المستشفيات، كيف يمكن أن يقوم الإعلام الأردني بدور فاعل ونشط ومؤثر فعليا لخدمة القطاع السياحي بكافة تفاصيله داخل الأردن إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور سلطان، يعني يمكن التركيز كان بالفترة الماضية ودائما كان التركيز على الإعلان، ولكن دائما بنقول إحنا الإعلام أوقع لما أنا بنقل صورة حية أوقع بكتير من إعلان قصير مصور. من تجربتك أيضا الإعلامية، قديش قدرنا كإعلاميين بالفترة الماضية سواء كان يعني في نرفع السياحة أو حتى نأثر على السياحة وتراجع عدد السياح، والسياحة دائما هي المصدر قد تكون الرئيسي في بعض الدول للدخل القومي؟ نعم. مثل الأردن يعني. نعم. هو سر النجاح الذي تبناه المركز العربي للإعلام السياحي هو سر نقل المعلومة، ودائما محل الإعلام مكان الإعلام. كانت كثير من هيئات تنشيط السياحة ووزارات السياحة تتجه إلى جانب الإعلان في مؤسساتها مع شركاتها والتسويق عبر أماكنها ومنافذها لجذب السياح إلى دولهم. وأكيد طبعا هذه مقياس يعتبر من المقاييس اللي أو من الأساليب اللي تمت خلال الفترات الماضية. عندما يأتي اليوم الإعلام، وأنا أذكر دائما وأركز على المركز العربي للإعلام السياحي ليحل بمجموعة من الصحفيين النخبة الذين يأتون بأقلامهم ليسطروا كل العبارات وينقلوا واقع واضح وينقلوا حقيقة موجودة اطلعوا عليها بدون أن ينقلها صاحب المكان نفسه. دائما الإعلام اللي جاء من سلطنة عمان واللي جاء من دولة الإمارات ودول الخليج العربي والدول العربية جاء ليطلع على الواقع، لم يكن هنالك مؤثر يؤثر عليه في نقل الحقيقة. فنلاحظ من خلال ذلك أن هنالك من خلال هذه الحقيقة أنه هو نقل الواقع الذي يستشرف منه القارئ بأن يحس أنه ابن بلده الذي زار الإعلامي هو من كان موجود في هذا. فبالتالي راح تكون الوقع أكبر في أنه يعني يكون في هنالك أريحية لزيارة هذا الجانب. طبعا من خلال زيارتنا للمملكة في هذه القافلة والقافلة العاشرة وجدنا أن في المملكة هنالك يعني وليس بغريب طبعا عن المملكة أن هنالك دعم كبير للمركز العربي للإعلام السياحي. وجدنا بداية من جلالة الملكة إلى معالي الوزير إلى الدكتور عبد الرزاق عربيات إلى القائمين إلى المواطن
الأردني الذي وجدنا فيه البساطة والتعامل. كل هذه المفردات ساهمت وتساهم بشكل كبير على أن الصحفي عندما يأتي إلى هذه المملكة راح ينقل الصورة الجميلة. كلمة جميلة يعني نقلها لي الدكتور عبد الرزاق عربيات عندما قال، وأنا أتكلم اليوم عن السلطنة، على أن السلطنة هي حليف استراتيجي للمملكة الأردنية لتتشابه المقومات السياحية فيه. الآن اليوم احنا لن نستهدف فقط السائح العربي، نستهدف أيضا سواح آخرين من دول أوروبية وكذا، والدليل على أنه الآن تتزامن رحلة المركز مع وفود أخرى من الصحفيين. فعندما يكون هنالك خطة متكاملة ويكون هنالك برامج متكاملة بين الدول العربية، هذا ما يسعى المركز إلى توأمته خلال الفترة القادمة وتنشيط السياحة البينية العربية، لأنه بإذن الله تعالى نستهدف وأن نرى وسنحاول قدر الإمكان على أن يكون السائح الخليجي وجهته بكل تأكيد الدول العربية في مقدمة أولوياته إن شاء الله. أستاذ خالد، وأنت كاتب ومسؤول عن صفحة السياحة في جريدة سبق، وهي يعني جريدة متخصصة بالسياحة أو يعني الجزء الأكبر وتركيزها الأكبر على السياحة، من خلال اهتمامك أيضا بالسياحة، من خلال أيضا تركيزك مش بس المهني ولكن أيضا النشاط العمل التطوعي في المركز العربي للإعلام السياحي، وهو يعني مركز تطوعي عملكم فيه. صحيح. لكن هي نابع من حبكم لبلدكم، من حبكم للدول العربية. قديش قدرتوا توفقوا؟ ويعني لما تجمع 22 دولة عربية مش بذات السهولة، ولما بنقول انه عندكم اعضاء هم مش بس اعضاء المركز العربي للإعلام السياحي، ايضا عندكم اعضاء في مراكز منتشرة في الدول العربية. صحيح. منضمينا الان الاردن معاكم. هو بالطبع يا استاذة دمى، الموضوع ليس بالشكل وردي كبير بهذا يعني، هناك صعوبات وجدنا. صحيح. هناك معوقات، هناك كثير من المشكلات اللي قابلنا. هو من الامور الجيده جدا ان احنا صحفيين واعلاميين بنعمل في مواقع عمليه سواء تلفزيونات او صحف، واخذنا قرار ان احنا نركز او نخصص بعض الوقت للوطن، ما هو احنا في ضريبه لازم ندفعها للوطن، حتى مسؤوليه اجتماعيه للوطن يعني. وجدنا ان السياحه هناك خلل زي ما انا ذكرت قبل كده في الصور، في نقل الصور ونقل الوقت. الحقيقه احنا في بدايتنا كانت 2007، وكنا ابتدينا بمركز بمكان واحد مصر، وثم سوريا 2008، بعدين انتقلت الى السودان، بعدين انتقلت الى المغرب، بعدين انتقل الى الامارات، بعدين انتقل الى السعوديه، وبعدين تونس والمغرب كما ذكرت، بعدين الجزائر ولبنان، وبعدين يعني العقد بقى اصبح في الاردن في عمان، واصبحنا 13 جمعيه متخصصه ومؤسسه متخصصه للاعلام السياحي. وهذا عمل الحقيقة كأننا نبني صرحا آخر في صروح الوطن العربي، هو عربي متخصص في الإعلام السياحي. زي ما ذكرت حضرتك أن السياحة أصبحت الآن يعني مؤثرة أو كمان ناتج قومي لكثير من الدول أو مصدر أساسي. أصبح في عرب يدافعون عن السياحة العربية، ينقلون الحدث بواقعية. بدأ العالم كله ينظر إلى الوطن العربي بشكل جديد، أقصد طبعا النطاق السياحي. حضرتك تدخلي على الإنترنت وتكتبي الإعلام السياحي العربي، ستجدي آلاف المواقع العربية. إحنا زرنا المركز العربي، زار 42 مدينة عربية. مدينة عربية. المركز العربي قام بعشر قوافل. المركز العربي قام بسبع ملتقيات. المركز العربي نشر في هذا في التاريخ يعني 13,000 يعني 13,000 وقليل من الاخبار خلال 6 سنوات على الوطن العربي، على مميزات الوجهات السياحيه العربيه. المركز العربي عنده موقع، عنده امور. صحيح في مشكلات، في طبعا في مشكلات. صحيح. في معوقات، طبعا في معوقات، وان شاء الله احنا بالدفوع او بدفعات المسؤولين هننتقل الى مكان ارحب واوسع واكثر.
ولن نصمت حتى تكتمل العقد ب 22 مركز وعربي للإعلام السياحي في كل دولة عربية. إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ خالد. أستاذ عوني، يعني السياحة الأردنية يعني إن شاء الله بنقول إنه بتتعافى، لكن هي بتواجه تحديات مثلها مثل باقي الدول العربية، تحديات يمكن أثرها الأكبر من الإعلام. قديش الإعلام أثر بالفترة الماضية على السياحة الأردنية؟ يعني هو يمكن احنا دائما مقولة تقال انه مشكلة الامكانيات. السياحة في الاردن بكافة مقوماتها موجود الاساس، ويكفي او في بدايتها او مقاومتها انا اتكلم عن الانسان الاردني نفسه. الانسان الاردني موجود في كل العالم، وهو اهم رسالة توصل ما هي الاردن ومن هو الاردن وما هو الشعب الاردني، وبالتالي هو السفير حيثما كان لي الترويج السياحة. أعود إلى مقومات السياحة الذاتية داخل، ولدينا البتراء اللي هي كمان يعني اختيرت منذ سنوات كواحدة من أهم عجائب الدنيا السبع. البتراء تحتاج وما زالت لمزيد من الترويج، مع كل ما بذل تحتاج لمزيد من الترويج. السياحة الطبيعية، الأجواء الطبيعية لدينا في كل محافظة الله حباها بمواصفات قابلة لجذب السياح، سواء من عجلون إلى جرش إلى أم قيس إلى العقبة، البحر الميت، نعدد ما شئتي. لدينا مقومات السياحة العلاجية، الأردن بالأرقام يعتبر الـ يعني الوجهة الأولى للسائح اللي بتعلق بالسياحة العلاجية، الأولى الشرق الأوسط والسادسة على العالم وشمال أفريقيا بالضبط. فبالتالي لدينا كثير من الأمور، نحتاج حقيقة برغم كل التحديات والإمكانيات إلى تضافر الجهود. هي راح تكون ان شاء الله جهود اعلاميه، لانه انا بعتقد انه يعني الاعلام والسياحه الاعلام هو ما يمكن ان يشبك كل هذه التفاصيل. معلش يا استاذ زمن، بس نداء في 10 ثواني. الاعلام الاردني ده نداء ان احنا ننتقل لصوره ايجابيه، صوره محسنه، والمشاكل لها ناس هنحلها، لكن ليس لان العالم كله بيتفرج علينا. المشاكل ليس بالاعلام هتحل المشاكل ابدا، المشاكل هنحلها مع المسؤولين، لكن الصوره هي اللي بتاثر في السائح اللي بياخد قرار. صحيح. يعني انا انتوا اليوم رايحين على البتراء ان شاء الله، وبكره ان شاء الله بالبحر الميت، يعني بدي اتمنى لكم ان شاء الله جوله سعيده بالاردن. الوقت معكم مضى بسرعه، الاوقات الجميله دائما بتمضي بسرعه. يعني بدي اشكر حضوركم معنا بهالصباح الاستاذ خالد خليل، نائب رئيس المركز العربي للاعلام السياحي، الاستاذ عوني الداود نائب رئيس الجمعيه الاردنيه للاعلام السياحي، والدكتور سلطان اليحيائي مدير المركز العماني للاعلام السياحي وعضو المركز العربي للاعلام السياحي. اهلا وسهلا فيكم، حللتم اهلا ووطأتم سهلا. هي كلمة أخيرة ممكن أنا أقولها لدائما، مثل ما أشار أستاذنا أستاذ خالد خليل، نقول دائما رسالة نوجهها لكل صحفي لكل الإعلامي أن يحمل أمانة هذه المهنة، وبالتالي أن يساهم مساهمة فاعلة، لأنه فعلا الأردن تحتاج إلى الوقوف جميعا. نحن سنقف والجميع بإذن الله سيقف، وسنرى إن شاء الله سياحة متميزة في الأردن في هذا الصيف إن شاء الله. إن شاء الله. ومع هالكلمات الجميلة دايما منقول لكل أردني ارفع راسك. أعزائي هيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. أجمل تحية مني ومن فريق العمل، دكتورة ميساء نصر الرواجدي المشرف العام للبرنامج والمعدة هلا نوفل، ومخرجنا سالم الخوالدي، ومني دام الكردي. أجمل تحية، إلى اللقاء. ما شاء الله.